تتمني ايه حضرتك مع دخول العام الجديد؟ اتمنى الدنيا تبقى حلوه وجميله والناس كلها تحب بعض. شكرا لحضرتك. نعم. تتمني ايه مع دخول السنه الجديده؟ يكون في محبه بين الناس. تتمني ايه؟ يكون في حبه مع الناس. شكرا ليكو. تتمني ايه حضرتك مع دخول السنه الجديده؟ اتمنى المحبه والاستقرار والامن، واتمنى ان الناس تدي فرصه عشان الامن يحصل، عشان الاستقرار يحصل، لكن احنا مستعجلين. هي صحيح الناس تعبانه، بس المفروض نستنى شويه. شكرا لحضرتك. حضرتك مع دخول السنه الجديده؟ اتمنى الخير لمصر، والارهاب ده ينتهي خالص من بلدنا، لان دي حاجه جديده على مصر وشعب مصر، واتمنى الخير للشعب المصري كله. شكرا ليك. اتمنى ايه مع دخول السنه الجديده؟ السنه كلها خير وسعاده وكل حاجه حلوه. بس شكرا ليك. ايه حضرتك مع دخول السنه الجديده؟ اتمنى الاستقرار لمصر، وان الشعب كله يبقى كتله واحده فيها خير وسلام. شكرا لحضرتك. ميرسي. ايه مع دخول السنه الجديده؟ طبعا اتمنى ان بلدي تعيش في سلام وفي امان، وبتمنى طبعا ان يكون في امان اكتر، وان سينا تتنظف بمعنى اصح يعني من كل اللي فيها الارهاب اللي فيها، وبتمنى ان السيسي يفضل رئيس لمصر بقيت عمره. حضرتك مع دخول السنه الجديده؟ بنتمنى من ربنا انه يكون ايده في مصر، لان هو قال مبارك شعبي مصر، فاحنا واثقين في كلام ربنا، واثقين ان هو يقدر يرفعنا ويحافظ على شعبه ويحافظ على كنيسته، يحافظ على اولاده، يحافظ على كل العالم. نتمنى السلام للعالم كله. شكرا لحضرتك. نتمنى ايه مع دخول السنه الجديده؟ نشوف الدنيا كويسه والناس كلها كويسه وتحب بعضها، وفي خير وفي امان، واقتصاد بلدي يبقى كويس والحياه تبقى كويسه. شكرا لحضرتك. السنه الجديده مع دخول العام الجديد؟ كل سنه وانت طيبه الاول، ومصر كلها طيبه، ونتمنى ايه الامن والامان والسلام للبلد بحالها والناس كلها اقباط ومسلمين. انا بتمنى ان شاء الله ان البلد ترجع احسن من الاول، وناسها تخاف عليها، ناسها تخاف عليها، وربنا كده يحفظ مصر من الارهاب ومن اللي بيحصل فيها، من ولادها ومن بره ولادها، من داخل البلد ومن خارج البلد، لان كلنا لو بصينا كده نحس ان هي دي ملاذنا الاول والاخير، مصر لكل المصريين ان شاء الله. وبقيادة الحكومة والرئيس السيسي نتمنى ان شاء الله ان بلدنا ترجع احسن من الاول. شكرا لحضراتكم.